يا عين بجب دمع ودموع ودمعج خليل دايم على الزهرة وظل حليتها الشام على الزهرة وظل حليت أشيام دخلت بالعظيم أخلاف أبوها وحتى من البج أصحابه امنعوا انا طب وداره وبيعذروا يوم حزني طب وداره وبيعذروا أنا ومن كذا العصر حتى الظل عطايق اجت فضة ولقدها فوق التراب التراب ثقلها ومحسن وقع من بعتبة الباب وبعد بالله محسن وقع من بعد بد الباب والله البايب 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 قالت يا فضة ضلعي نعم قالت يا فضة ضلعي نعاب ولما وبهذه الأثناء يأتي الحسنان يا أسماء أين أمنا فاطمة سيداي جعلت فداك ما أمك ما نائمة يا أسماء هذا ليس وقت نومي قالت لهم سيداي جعلت فداك ما أجلسوا أن أجلب لكم الطعام قالوا يا أسماء متى علمت بنا لكن من دون أمنا فاطمة يقولون بقت أسماء ونادت وصرخت سيداي يا أولاد رسول الله إن أمكما فاطمة قد فارقت الحياة دخل الحسن والحسين على الزهراء على الحجر الشريف يرون الزهراء ممدد على فراشها الحسن عند رأسها الحسين عند قدميها مناديا أمي فاطمة كلميني أنا حبيبك الحسن الحسين ينادي أمي يا فاطمة كلميني أنا نور عينك الحسين يما بجحسيا يما وبجع عضيدة عضيدة ويقل لها العمر بعدك مريدة يما يقل لها العمر بعديك يما مريدة 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 يما يا يما يا الحسن يعاتب الحسين ويشكي حاله لاخوه ابو علي شلون حال امام معصوم كريم اهل البيت وشوفه يحن على الزهراء فاقدين امهات وشايفين اللي عمال الأم إيه والله يقول لي أم جانت تخص الليل يمي من تقول يما يروح أمي هزمني أنا جيب تشبه أمي يما هزمني أنا جيب يما تشبه امي تشبه امي يقلها الحسين يما ظليت ما حد نشد عني ليش يما شسولف وسوالف يوج عني يما ما شابع من امي بعدني
يما ما شابع يما من امي يما بعدني يما يا يما يا اخي يما اخي يما يما ملقى جرعت الصبر مرة بحيل ملقى ولاقني اسهام البير يما لاقني اسهام البيان والله ملقى والله ملقى والله ملقى زينب تقول مثل ام بعد يا ناس مثل ام بعد يا ناس والله ملقى حنين ام واخاف الشح علي زان حال مولاتي زينب سلام الله عليها كانت صغيرة بفراق الزهرة اي نعم تستاهل الدمع والبكاء لقضاء الحوائج وشفاء المرضى يا بكيفك بكيفك يلتلوم تريد لمنا على الحسرات تال لمنا إيه على الحسرات تال البيت لمنا لمنا ننوح بكلمة يا ناس للزهرة أنا ننوح بكلمة يا ناس لمنا يتامون التطر ضيف الزجية نعم زينب سلام الله عليها رأت نقش الزهراء وهي صغيرة ماذا قالت إلى الوالدة إلى حنان الوالدة وبهذه الطريقة إن شاء الله يا شيال العاش لا لا تشيل يا ترى فراق الوالدة ما فيه مغلي بهالمقطوعة والملة يكمل من بعدي وكلكم خدام الحسين ومأجورين إن شاء الله وموفقين بحق الزهراء يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا زينب تقول ودارت فقت اللي علي حل قلت فقدت اللي علي حلت وداره وعليها تهمل عيوني على امي ودارت خادمكم ودارت أم ويان عقبها افترت الدنيا ودارت خذت شمعة حياتي وقست بي للحسين سلام الله عليه رأى ولدي علي الأكبر في المعركة مقطعا بالسيوف إربا إربا يا ناس يعلم الولد معزة أي والله أنا عايش حالاتك يا الولد مين تمشي بالدار شحلاتك يا الولد من تمشي بالدام يا
بد مالك يا ابويا وياي تقصير، انا ربيتك وعاين بيك اليوم اشوف لك يا ابويا مقطع الخير قلبي قلبي يا قلبي الولد من اخذيته ما اوطعنا دلال قضيته ما يا قلبي الولام من اللي خذيت جمايا وطعنا الدلال قضيت يا ابن فصل عين بفراقك رميت جمايا رميت جمايا